يا سادة، احنا ما بنلعبش لعبة عسكر وحرامية، احنا لينا مطالب ولازم تتنفذ. الى جميع القوات انتبهوا، لو كنتوا عايزينها معركة حربية احنا جاهزين، والرد بتاعنا هيوصل لكم حالا. احسب عدد انابيب البوتاجاز اللي موجوده في المجمع، وحط حجم النيران والقوه التدميريه بتاعتها. زي ما قلت لك احنا لينا مطالب ولازم تتنفذ. اقدر اخد فكره عن المطالب بتاعتكم اذا كانت مشروعه ولا غير مشروعه؟ مطالبنا سنة واحدة. خليك معايا. انتوا مش جعانين؟ تحبوا تتغدوا ايه؟ أي حاجة الواحد يتقود بيها. أي حاجة ازاي؟ انتوا ناس محترمين. ايه رأيكم في شوية كباب وكفتة وسلطات جنبيهم؟ الله أكبر! الله أكبر! وحياة ربنا أنت راجل بتفهم. اتوكل على الله، اطلب لكل مواطن كيلو كباب، ريش كتير، كفتة قليلة، السلطة محبشة. في اوروبا والدول المتقدمه بياكلوا مع الكباب طحينه. سياده الوزير، المطلب بتاعنا الاول كباب وكفته. نعم، كباب وكفته. كباب وكفته، كباب كتير وكفته قليله، خالي الدهن، السلطات قوطه وطحينه وبابا غنوج. والساعه بقى ما وصفش حياتك. كباب؟ دول عايزين يتغدوا كباب. هنكفي الجرمق ده كله كباب منين؟ خطر، خطر جدا يا معالي الباشا انهم ياكلوا كباب. الحلقة يعجبهم فوق يا فندم. ايوه معالي الباشا، الغدا كباب، العشاء سكلوب بانيه، هم يقعدوا فوق مستريحين واحنا مزروعين في الشارع ليل نهار. سعادتك، الحصار لازم يكون كامل يا فندم. انا بقول نقطع الميه. طول بالك يا سياده اللواء، الامور ما تتحلش بالشكل ده. انا بقول نجيب لكم علب كنتاكي ثلاث قطع دلوقتي. انا خالي المسؤوليه، الحكومه مش عايزه اجيب لكم كباب، عايز اجيب علب كنتاكي. ارجوك اتمسك بموقفك. الكباب يعني الكباب. لو طلعت الحكومه هترسي على فول وطعميه، تبقى مصيبه. لا تتراجع، ان الاراده الحقيقيه هي اراده الناس، اراده الشعب. ارجوكم تعبروا عن ارادتكم بنفسكم. الحكومه كلها تحت وشبيك مفتوح. الكباب 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 نخلي عشقكم بعض. الكباب كباب. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.